كابتن عبد اللطيف، طبعا احنا شفنا الفيديو. الاول طمني عليك في الاصابه. طبعا انا اول سعيد بوجودي معاكم وسعيد بوجودي مع الحاج محمد بدر ومع ضياء ومع زياد. يمكن الاصابه من فتره، يمكن نهت مشوار القوي بدري في سن 27 سنه. ولكن الحمد لله في الوقت اللي انا كنت لعبت فيه الحمد لله قدرت احط بصمه، او اترك بصمه الحمد لله، حتى لو مقبوله لكن الحمد لله الناس بتتذكرها بالخير يعني. فالاصابه يمكن جات لي موسم 2002 2003، ويمكن كان في خطا مني، انا كنت مستعجل شويه في اخذ الحقن الكورتيزون، فيمكن دي عجلت بالاعتزال المبكر. وبرضه من خلال برنامج طبعا بتاع حضرتك، طبعا بتمنى طبعا يبقى في وعي من اللعيبه، بحيث بعد كده اي حد يتصاب يبقى عنده، ما يتسرعش الانديه برضه، ما تستعجلش اللعيب، سلامه اللعيب اهم من كل شيء يعني، ما يبقاش فيه سربعه او ان الاداره تستعجل اللعيب ان هو يرجع للملاعب بسرعه، لا، اللعيب ياخد راحته كامله وياخد فتره شفائه، بحيث ان انا يمكن ده درس ليهم، ان انا يمكن عجلت شويه وخدت حقن والحقن دي كانت مضره جدا، فبالتالي اثرت على حياتي. فمن هنا بقى للاجيال الجايه ياخدوا بالهم من الموضوع ده، ويبقى 100% لازم يتعاملوا مع الاصابه بحرص وبهدوء بعد كده ان شاء الله. طب يا جماعه، يعني انا بجد مبسوطه جدا جدا من النصيحه دي. دي نصيحه لكل شاب بيلعب كره قدم او اي رياضه في الدنيا، اي حد بيلعب اي رياضه في الدنيا وحصلت لك اصابه، استنى على نفسك، خد وقتك في العلاج، ما تستعجلش بانك انت تتعالج بكورتيزون او بحاجات ممكن ان هي بعد كده تسيب الاصابه او تسيب اثر وتخليك تنهي حياتك الرياضيه او الكرويه او تفر اللعبه اللي حضرتك بتلعبها. ده نصيحه من الكابتن عبد اللطيف الدوماني، يا ريت كلنا نسمعها. بجد متشكره جدا على المعلومه. طبعا الواحد كل الموقف اللي جات للواحد لازم طبعا بالخبرات، احسن لازم حاجه ان انت ان الخبرات، اهم خبرات اللي مش انا بس اعدي بيها، اللي استفيد فيها من خبره الاقارين. شكرا يا كابتن عبد اللطيف، بجد يعني كلمه هايله جدا.